انا بعرفه لخليل قبل خليل ابو عبيد الكوتش معي هلا، بعرفه من قبل يعني دو فويس اكيد بعرفه، وعنده خبره كتير كبيره واكيد خبره عن دراسه وعن هلا عم بيعمل دكتوراه هلا، وعنده تجارب كمان بمعنى بدو فويس كمان المواسم السابقه. وبنفس الوقت انا اصحاب انا وياه لخليل يعني، يعني بغض النظر عن دو فويس، فهذا سبب اساسي خليني اختاره، ولانه كمان بنفس الوقت مثل ما قلت لك عنده خبره مع بالبرنامج شو لازم يعمل، غير انه ما يجيب حدا جديد و يعني يكون بعد ما عنده الخلفيه عن البرنامج.